قد يدوق في مورايا بحال هكا واش يديه بجوج جامب دايرو بحال هكا وقرب ليا بحال هكا مع مين هو يلاه نوا 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 يقرب دابا كتكون واقف بحال هكا ياك الدراري دابا هو بحال هكا دابا داك الراجل شنو بغى يدير بغى يقرب فهمت دابا هي واقفه هنا نفرضوا هذا هو هي فهمتي وداك الراجل شنو بغى يدير بدا شد لها يديها اللور وبغى يقرب فهمت شنو غا يدير ما نعرف يو دراري ما كنشوف معكم ار على فيديو درت لكم الدراري واحد الفيديو ديال ريلز انستغرام هاد الكونسيبت اللي كيعجبكم الدراري وغبرت فيه اليومين لحقاش كانوا تراكات ديال الراب كان شحال من حاجه الدراري دايره في اليوتيوب داكشي كامل درنا له رياكشن جوج فيديوز في النهار الدراري حطيناهم الحمد لله يعني وفينا بالوعد ديالنا اطونسيو ملي كيكونوا شي حاجه يعني كاين ما يتدار راه كنديروا داك التخربع كامل اي حاجه تلاحظ جديده راه حنا معاها عشان كنرياكتيو عليها كنعطيو واحد ردة الفعل ديالنا بالنسبه لشي الدراري كيكومونطيو لي بالسبه ديال رياكشن ديال التراكات ديال الراب دراري راه الراب فيه وفيه باش تعرفوا راه انا شخصيا راه كاين بعض الروابا راه نجيكم نيش فهمتي الروابا كيدخلوا عليك ماشي زعما اللي كيكونوا واو المهم صوتهم مسموع عندهم بيبليك ديالهم المهم انتم عارفين كيقول لك دير لي رياكشن ماشي كيدخل عليك بواحد الطريقه اللي كتكون فريمون محترمه ولا لا لا لا, لا. ما هو رابر فهمتي هو رابر هو غيحط لك ليان كيصيفط لك مثلا ليان كتكيف داك ليان كتدخل ديريكت للتراك ديالو فهمتي يعني ميساج شنو فيه ليان ديال التراك ديالو فهمتي بلان ما كاين ني سلام ما كاين ني كلام انت مالك فهمتي يعني انا ماشي واحد الانسان اللي غتصيفط لي ليان ديال التراك صافي هاك دير له رياكشن انت مالي انا كلب اي واحد غيصيفط لي شي بلان انطون اول حاجه السلام كيف انت مزيان طن 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 واش ممكن دير لي دابا انت اللي كتفرج تقول لي وشكون انت اللي غيدوي معاك واصلا ديك الرابر شكون هو فهمتي يعني كيبقاو انسان اي واحد كيدير هذا البلانت هذا ولا شي كونسيبت في اليوتيوب راه كيبقى انسان فهمتي يا رابر يا اي خريا فهمتي كيما كان واخا يكون نمبر 1 فهمتي راه كيبقى واحد الانسان خصك تعرف واحد الحاجه راه انا واخا ما عنديش بزاف ديال البيبليك ولكن الحمد لله كاين بعض الناس اللي كيتفرجوا فيا راه عارفين المونتاليزي اللي كنخدم بها فهمتي يعني اولا نحط الرياكشن ديال الراب ما كندخلش ستوري وكنطاغي الرابر لا كندخل ستوري كنقول للدراري انا حطيت لكم رياكشن على هاد التراك هذا فهمتي ولا كنقول لكم رياكشن جديد في ستوري وليان ودخلوا تفرجوا فهمتوا بلان يعني حتى داك البلان ديال كان كل ما شي رابر حط شي تراك كنطاغي هنا هادي ما كنعدلاش الدراري فهمتوا انا هاد اللعيبه ما كنعدلاش راه شحال من واحد كيعدلها انا لا فهمتوا بلان بعد ساعه روابا قسما بالرب روابا اللي هنا نقولوا متواضعين ما طالعينش ثلاث سما كيشوفوا كيشوفوك انت عامل لهم واحد الرياكشن شنو كيديروا هما كياخذوا واحد البارتي من داك الرياكشن كيطايقيوك هما كيطايقيوك في الستوري ديالهم علاش حيت انت اللي داير لهم رياكشن هاد الروابا هادو كيعرفوا بحق الدراري اللي كيديروا الرياكشن فهمتوا بلان يعني الدراري انا واخا عندي واحد 2000 طالع 1000 ابوني راه الاخريه في الرياكشن كتشاف واحد 500 600 واحد اليومين غدوز موراد جبرت شافت 2000 وكاين دراري اللي ما يكونوش كيعرفوا داك الراب راه شحال من دراري راه الجراند توت ما كيعرفوهش حتى كيدخلوا لتيك توك هاد المزيكا ديال من شكون غنى بانطا ها هو فهم اخر من تيك توك دخل غاري لصدق شهر داك الراب فهمتي يعني دار روبا راه اي كوميرس ديالهم مدري اللي كي فهمتي كي كي كوميرسيوم فهمتوا بلان راه اللي كيديروا رياكشن مش كل واضحين الاخوان وبلا تعنتيس في الهضره ولا تخربع في الهضره فهمت يعني ما غيجيش شي واحد غيقول لي مثلا لا درنا طان ولا على هذا انا كنشوف الرابر دابا هذا الرابر هذا اللي صيفط لي مثلا واحد اللي تا فهمتي نقدر ندير له رياكشن وحتى هضر شاق لي انا ماشي حتى هو يقول لي هو تنشوف شي طراك واعر خرج فهمتي ولا شبر شي طريق مقود يعني صافي كما هو كما كنقولوا هو غيضرب لي فيوس مثلا اذا درت انا واحد الرياكشن حتى انا عاود خصني نشوف عاود لي فيوس لا نضربو انا على طهر وصافي ولا بقينا كنخدمو هكا هذيك الساعه الراب المغربي ما غيوصل حتى شي خري باش نكون واضحين ما غيوصل حتى شي خري الراب غيبقى في بلاصتو باش نكون واضحين الدراري باش نكون واضحين راه الرياكتور ديال التراكات راه عنده واحد اليد وواحد المساهمه فاش الرابر كيتزادوا لواحد العدد ديال لي هادي حاجه باينه الدراري وما فهمتي كاين شحال واحد غيكون عنده فكره غلطه ولكن فهمتي هذه هي الفكره الدراري باش نكون واضح باش بلا نتعطل عليكم نبداو هذا الفيديو ديال ريلز انستغرام غادي يطول واحد شويه الدراري حضروا شي حاجه تلهوا بها تشربوها شي بلا بحال هكا ونبدا جو
ونعم. ودابا ها المشكل ديال نعم سيدي كلك غاولودو طلق غاولودو ومشي طلق يلا دابا تخونا قدا اذا قدك قدك شنو غايدير دابا تخيلوا الدراري شي خوها يكون تماك جايه مع خوها هاد البنت هذا ولا باها ولا ويشوف هاد الولد هذا صغير عمل له هيدا كاوشيار عليها ترى غايجي غايقسم مشروش فهمتي ها مشي عاود يجيب خوك كبير ودم الغاض ضد البرهوش انا الدراري فهمتي الناس كبارين فهمتي عرفوا تربي ولادكم راه ماشي غا ولدو طلق ولدو اخرى على وما هو بعيد عليها صاحبي وغرا البنت راه بعيده عليها فهمتي هي كتخلف هو باش راه صاحبي يلا قلب بنت طيط فهمت لا حول ولا قوه الا بالله لا 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 شنو هذا والرب العالمين صح تفاح راه واجد اش كيعني ما فهمتش انا مشيت للمغرب العام تعلمت شتف على اخر شف وعفت على ريبي وكعجرات ولاد القحاب مع يا بنت يا بنت انت هنا دابا شمس المشاكل مع الجراد ومع في الفيديو عندنا دابا حنا شتي ما تبقاوش غدويو ما تبقاوش غير الحاجات اللي كتسمعوهم تشداك الجراد تشداك شداك لداكشي عرفت شنو هما الجراد هما يخرجوا من شرك الجراد غا بلاتي غا بلاتي الجراد يلا شو يلا شو هادي شنو جبدت عليه الرجاوة والله ما حق الله انا ما درت والو انا ما درت والو انا حدي فيديو نطلع فيديو نعم سيدي انت هي قلت هادشي هذا انا والله ما قلت شي حاجه زين اخويا كثرت قالك طاقيو ليا فرز انت لي بالميساجات واش منعرف راسك ما من كدويش هاد الاسلوب اصلا كدوي بيه واش كتعرف شنو هو ادب الحوار تاش غنعرف اش من ادب الحوار اش غنعرف اش من ادب الحوار معاك وانت راسك قد الحمار واش اخوتي نسيتي يا ترى خونا عندو شمتي كيطر ماتك ملي كنتي ديري الشعريه في الخبز نسيتي نهار صدك هزة الحجة وكتاكلي فيها وعينك دايزين بالدموع وديك الحجة حارة وانت تلغجي وبديت نضحك معاك قلت لك ذوقينا فردوس قلتي لي والله لا كلتيه قلت لك اشنو هذا قلتي لي دلاع نسيتي ملي كنتي ديري الطعام كلشي هذاك البلان ديال الخدمة في الخبز ودي معاك في المدرسة صافي عاد كتكبروا كديروا 17 عام كتعودوا وباز اخويا شي وباز اخويا خونا القرطاس خدام حق الله علام ولم يكن صدمة كبيرة هو القلب يحكي عندي جاف حيرة كتعرف داك البلان تكون شاد تيليفونك في الطواليت فرعت ايوا خصك تنوض خصك تنوض هيداك وهي باقا وغلا تماك فهمتوا ياك الدراري فهمت ناري خطف صدماك براك مشى بقى غير كيشوف مصدوم دابا شنو غيدير واش غيطلع سروال ولا غير هو القلب تصدم خولا تصدم انا مكحل قالك هو كيقول لي شطحي شطحتي خريز وضحك خريز الريس الدراري الريس ديال المغاربة عالم ترى شمسي ترى احنا واحد الشعب كيكون مصادق وب طالع له طلع له الحياة في الطيط يدخل الانترنت كيجمع شي حاجة كتجي شي فكرة باك ندير عليها شي ترول ولا شي ريل صح خري الناس بالضحك الدراري شمسي الشعب لا يعوض وش باغي دير فلوس من باغي دير فلوس من الانترنت باغي دير فلوس من التليفون عندي راه الحل بيعو واش ناري الحموضه شحال كضحك ناري بعض الحموضه شحال كضحك ناري اعوذ بالله سال قالك ما يحتاج دي ان ا ما اختبوك اختبوك خالتك اسمه اخطبوط يا اخي انت كم جوج السعوديه يا
تخيل دابا اختو بوك كيسبوش اخطبوط قال له اختو بوك. جماعه جابوا اخطبوط يا اخي اخطبوط يا اخي سلام اخطبوك اخطبوك خالتك اسمه اخطبوط يا اخي. هاد الفيديو الدراري ديجا كنت شفته خريطة الضحك واخا تعيد تشوفو ما غاتملش. اختبوك تخيل دابا اخر يقول لك اختبوك ستوري هاد اختنا هار بليا كيفاش رفقت واحد الراجل كبير ياك المرضي اللي قاصني هو مشاهدين. انا مشيت مع خويا الالعاب كازين بحال هكا كيلعب هو كيلعب بحال هكا وشاد داك الصف باش كيطلع فديك اللعيبه عرفتو هذاك اللي كدور هليكوبتر. علاش ما بقيتش كنتسنى بحال هكا شاد الصف مع الناس خويا وشاد قدامه انا هنايا هكا هكا القوقات الراجل الكبير كان من مورايا بحال هكا من مورايا كطاقه شعري صافي القوقات ديالي انا جالسه بحال قوقات كتقول لكم قوقات انا هكا وكندوزو يلا دابا اختي انت يذبحوا عليك حولي ولا معزه ولا ما نعرف شنو كيذبحوا ياكم في الاخر تجي وحده تقول لكم قوقات قوقات فهمتي الصف بحال هكا وداك الراجل كي بحال كيشد ليا في شعري كيبقى يدير ليا شعري كيبقى يشد ولا ما عرفت شنو كيدير ليا من شعري بحال هكا كندور بحال هكا نقول اويلي راجل كبير هذا ما يقدرش ما يشد ليا شعري بحال هكا كيهبط ليا شعري كندور كنبقى غير راجل كبير ما يمكنش ما يمكن الرجال الكبار شامتي خرجوا الطريقه رجلهم خرجوا الشوارع وحق الله اتونسيون اتونسيون ماشي راجل كبير عمدا نصرفك قد ديالي بحال داك راجل شدني بحال هكا من كتفي صافي قلت واقيلا غير راجل كبير عادي شدني من كتفي ماشي مشكل هانيه ما انا ما عنديش مشكل الناس الكبار كنحترمهم بزاف ياك مشاهدين لعبنا فديك اللعبه صافي مشيت وجيت عاوتاني وخويا بغى يركب في هاد اللعبه واحد اخر داك الراجل اللي شافني وقف في ديك اللعبه واش عندي حيت سكتي المره الاولى فهمت دابا البلاك قد ديالي وقف من مورايا بحال هكا واش يديه بجوجهم دارهم بحال هكا وقرب ليا بحال هكا مع مين هو يلاه نوا يقرب دابا كتكون واقف بحال هكا ياك الدراري دابا هو بحال هكا دابا داك الراجل شنو بغا يدير بغا يقرب فهمت دابا هي واقفه هنا نفرضوا هذا هو هي فهمتي وداك الراجل شنو بغا يدير بدا شد لا يديه اللور وبغا يقرب فهمت شنو غا يدير ما نعرف حق الله انت راه رجال كبار لا حول ولا قوه الا بالله يدير ديك اللعيبه بحال ها وانا ندور ندير ديك ستوري اطفاتو ما كاين ما ولكن السرعه في الاداء عشان كيفاش صرفقت واحد الراجل كبير هو اللي قاصني لا 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 ناضيه ناضيه في هاد البلانه تصرفي هادشي اللي صالح اصلا يجي شي واحد يقول لي ما كتحتارمش عرفتي لعيبه نشير عرفتي لعيبه نشير على شركم قال لك اخليتي ليه شنو الا خليتي ليه في مسيسي ديال العربية قليل خليتي يا الميساج ديالي كيتسنى وقليل اللي كيخليه قليل اللي كيخليه اش قلتي لي الامتحانات ما غاديش نثيق بك اش قلتي لي البريباراسيون اونكور خصك العصا دراري هاد خونا هذا قايس الماء وبالجهد كاع خونا ماشي نورمال في التقيير ديال الماء خونا بين قيس الماء نيت الماء فهمتوا بلان يعني في ذمة الله قال لك والله من تعذب بوحدي زيد اذا السلام عليكم في فيديو جديد معنا في القناة ديالنا فوزي اوفيسيال كخدني غطلبت شي دعوة ولا كخدني غطلبت شي 100 مليار تحقق عقلنا قيس الماء الفيديو اللي مورا اخر قيس الماء راه صافي طاي طاي هذا قيس الفيضان زيد اذا اليوم ما شاء الله نوريكم اليوميات ديالي في هذا الوقيته ديال النهار ياك هذه تقريبا هي الشمس راه كتبان لكم لا ما كنشوفوهاش تمضوين عليك الاقمار ماشي الشمس ها هي واحد الشمس زوينه حبيتها اذا هاد العشيه غادي نوريكم باش كندير جايبه لكم وشويه ديال الجانب الشخصي ديالي الجانب الشخصي هذا الجانب الشخصي ديالك اذا كان دا تمشى عادي طبيعي لا ماشي طبيعي انا ماشي التمشيه الطبيعيه كنت ما تمشى طبيعي لا ماشي التمشيه الطبيعي لا كنمشي عند هاد الكليبات ها هما زيد وانا ضي نوضي لا لا ها هما هما شتي لا لا اسمع لا لا هادوك الكليبات ديالي كيولدوا كلشي يا ربي دينا في الضو يا ربي مبقى ما يتعجب حق الله مبقى ما يتعجب والله الدراري فهمت شي هذا صعيب
كيتقبلوش العقل اصلا. زيد تراك اللي ما كتحمليش تسمعي ليه؟ لا لا خليني من النفاق وداكشي. الدراري خصكم تعرفوا واحد الحاجه، امو الباجات، امو لي الباجات ديال التقطيط، راه اي حاجه اي حاجه رجعت كتخراو فيها، اي حاجه رجعت كتخراو فيها بريم. واش دابا زعما انت مول الباج يعني ما حطيتي هاد الفيديو، ما حطيتي هاد الفيديو دا تكونتي ديجا شفتيه، يعني تكونتي ديجا مفرش فيه ياك؟ يعني شنو البلان داك البرنامج شنو كيقول؟ جاوبني بالعكس، يعني كتجاوب بالعكس يا الكالخ يا المكلخين. اذا نبقاو ندوي معاكم صافي، حنا عطينا الراي ديالنا في هذا الفيديو. او مجلخ باللوبي ميكروب هذا الملكي باش تعشيتي قلت لك. اللوبيا اللوبيا الله تعقت بيه سبحان الله. واو ايوا جا عندنا صاحبي تزورنا، جا عندنا مالكي صاحبي. جي زورك شي المعلميه ما قالش لك جي، قال لك جي زورنا ما تجي وجيب معاك شي حاجه. كاين المعلميه هادو خدامه جي مرحبا بك. جي عندي جديده انت. ها ما يديرها والله تيديرها صافي والو دار فيها الله خير ما سمعتهاش. كاس العالم هذا اللي دار شكون داه؟ شكون داك كاس العالم اللي داز هذا اللي فات بلاكدو الى منتخب ربح حتى فرنسا وتقال هو داك راه فين عاش يمشي للحمام نهار الحد فهمتي وصافي وعايش اللي لقاه ياكل وعايش هادشي اللي كندير النهار باش ما كان ديت ما كاين لك شي ابلا قلاوي حلاوه كينعش كتصوب تياكل بيساره احسن عيشه عيشه حلاوه هادي راه باغي يعطي عليها الملين المورفين هاد العيشه هادي الله يخليك اخويا في نعمه شامله استاذ يا الله يحفظك كيغسل رجليه فهمتي كيدخل علام علام كيغسل سمع ما عرفتش مجلخ علامة الملكي حق الله ترى خلا واحد البلاصه دابا عرفتوا الدراري مؤخرا شنو رجع رجعوا شي دراري عاملين فو كونت ديال الملكي كونت فيريفيو تخربع كي داروا زعما كيطلعوا داك ستوري وا وا على نيفو صاحبي الخارج اللي معصب يتفرج في هذا الفيديو والله حتى انا معصب دوك النصابه كاين واحد السيد تيدي اوروبا كاين واحد السيد تيدي اوروبا ولكن داك اوروب 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 ماشي مضمون ما تاخذ معك لا فلوس لا والو الصراحه تيقول لك ما تعطيوني حتى ريال تيكون ودكم في باريس يكون الدري في باريس عطيوني هادو باش تيبداو لما العائله تقول ولدها غيمشي للخارج انتم غيمشيو للخارج ما تعطيه والو تيفحوا بك والو في الاخر يلا تيشد معهم الطريق تقول له ولكن عافاك فلوس الطياره ناخذوها بعدا ولاسورانس نخص الطياره في لاسورانس الطياره راها خصو يمشي الطياره 120 الصراحة ولاسور نقول هي مليون قولي مليون ونص هذا ديالو حنا باش ماني تسكنا باش نوجدوا لي السكنة هاي 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 اما ما تعطيونا حتى حاجة ولكن نهار يخدم عافاك تعطيونا فليساتنا تقول لي يا والدي نعطيكم انا لا نعطيك والله نهار يخدم تنعطيك ويدخل سوق راسه هو تيسمع لان النصراني اللي يخدم عنده تيبغي المعقول تعرفي فرنساويين انا ما يقول قول المغاربة ديالنا كيطلعوا بالنصارى فهمت اكثر من كيطلعوا براسهم والدري ولدكم غيمشي يخدم يخدم معقول صافي راه يبدا معك غير ب3 مليون نقول لك من هنا خصك دوز 6 شهور عاد يعطيك 4 مليون في الاول تيدير معك 3 مليون في الشهر كنت يسمع 3 مليون وجده دايرها 3 مليون تاع علاش 3 مليون غيعطيوها ما سكتي 3 مليون غيعطيو عطيو 3 مليون مزيان عطيو 3 مليون الله يعطيه رضا راه مرضي وراه مسقي 3 مليون ومليون تيكمل 6 شهور هكا تيبقاو نصبوا الخارج علامة يا اخوان علامة هادشي هذا شنو هذا الأرض بحر كبير ما بغيتش زعما ندوي عندي معلومات فهمتي عندي معلومات عليها بزاف ماشي زعما عايش هادشي هذا فهمتي ولكن انا معاشر بزاف ديال الناس فهمتي ما كنجلس كنت قليل فاش كنجلس في الدار ولكن ملي رجعت انسان بيتوتي كنبقى في الدار الاغلبية ديال الوقت رجعوا عندي بزاف ديال المعلومات مستوكي في راسي فهمتي يعني انا جيت ندوي ما غنسكتش على هاد المواضيع بحال هكا بالرجوع ويلي يا خالتي زعما خونا طلع الحج خونا طلع الحج رجع بدا كيصرفق بالناس عباد الله انت مهمه والمهمات ما خاصهمش يديروا البساله زعما خاصك دابا ديري الحجاب وتقابلي قبل الطلاء وتقابلي الصلاه والتقى يا الله شكون كينصح يا الله شكون كينصح بهذا الشيء ما تقابليش الصياد حدا السانسور راه حشومه وعيب كاينة راه عيب انت يا دابا تبارك الله والد الرجالة ولا والد اه يا والد الرجالة عنده ولاد عنده ولاد
عند العيالات ولادك عندهم 60 عام ولا مع 40 عام عند اهي وانت داير الضحك فراسك تبع دري صغير وفني وانا زويون هذا وقيل درتي فيه عينك انت يا الشلهبي وقيل در فيها عينه هو باينه ما حدو كيحامي على زياش راه شبينو شبين الكره تخونا هذا فهمت شبينو شبين الكره تصاد خونا داير بحال الدري ديال 16 عام عرفوا الكره غير ملي بدا المنتخب كيلعب صح حتى هذا خونا شبينو شبين الكره صح يلا في الاخر دريات كي كتقول لك لا كتغني معاك في الكره تخي دابا كتلقى دري كتغني مع ولد في الكره وراسي كيبغي يحبس صاحبي راسي كيبغي يحبس المرأة هل تستطيع المرأة شنو تحول لرجل بالجنة الشيخ إن شاء الله تقدر تتحول رجل بالجنة الشيخ كان عام الله يبغي شي مرة سولته هل تستطيع المرأة تحول لرجل بالجنة أوي لما من كان دوي أنا معلم يا سواد المرأة تقدر لا حق الله ربي وبنادم يكون بعاقله صاحبي شياطين شياطين فوق الارض ما غنسميش باش ما يجموش والله حتى شياطين فوق الارض بالدري كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو كنتمنى يكون عجبكم الدري هذا الفيديو عجبكم كنتمنى تابوناو ديروا جيم الدري فعلوا داك الجرس كتبوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير على حسب الفيديو كيف جاكم ونخليكم دابا يلاه بيس